بنتكلم هنا على مصنع، المصنع ده بينتج لي البطاريات بتاعة العربية، وإن المصنع ده بيقول لحضرتك إن الأفريج لايف تايم، يعني إيه الأفريج بتاعي؟ يعني المتوسط بتاعي إن البطارية بتعيش 3 سنين. الأفريج بتاعي، المتوسط بتاعي إن البطارية الواحدة بتعيش تقريبا 3 سنين. طيب البطارية اللي بتعيش 3 سنين دي بيقول لحضرتك ان الستاندرد ديفيجن بتاعها او الانحراف المعياري بتاعها هو 1. طيب if 5 of the batteries have a lifetime، if 5 of the batteries يعني هنا بيتكلم بقى على مستوى ايه؟ هو بدا يتكلم على مستوى السامبل، يعني بيقول لحضراتكم الاول ان البطاريات في العموم بتعيش مده 3 سنين، وان السيجما بتاعتي او الستاندرد ديفيجن ايكوال 1. طيب بعد كده بقى بيقول لك ايه؟ لو انت هتاخد 5 بطاريات، ال5 بطاريات دول كان معدلهم، كان معدل حياة كل واحدة فيهم عبارة عن كام؟ عن 1.9، 2.4، 3، 3.5 and 4.2. يبقى ال5 قيم دي هي سامبل، السامبل دي جاية لي من كام؟ ان هو اختار 5 بطاريات مختلفة، ودي كانت الزمن اللي عاشته كل بطارية من الخمسة اللي هو اختارها. بيقول لحضراتكم بقى should the manufacturer still be conceived that the battery have a standard division of 1. بيقول لحضرتك ان المانيفاكتشر بتاعي عندي الستاندرد ديفيجن برضو ايكوال 1، يعني المتوسط الحسابي بتاع البطاريات الخمسه دول كل واحده فيهم ايكوال 1. تعالوا اول حاجه نشوفها مع بعض، ايه البيان اللي عندي موجود وايه البيان اللي عندي مش موجود. نرجع للقانون اللي احنا لسه كنا سايبينه. القانون كان بيقول ايه يا جماعه؟ القانون كان بيقول ان الكاي سكوير بيتساوي ان ماينس 1 في الاس سكوير على سيجما سكوير. تعالوا نكتبه مع بعض. القانون كان بيقول ان ماينس 1 في الاس سكوير على السيجما سكوير. طب هو انا عندي الاس سكوير وعندي السيجما سكوير وعندي ان ماينس 1؟ تعالوا نبص مع بعض كده. نمره 1 هو مديني ان الستاندرد ديفيجن عندي بواحد، وطالما هو اداني الستاندرد ديفيجن عندي بواحد يبقى بمنتهى البساطه انا اقدر اطلع دي سيجما سكوير الواحد مربعه، ما فيهاش اي مشكله. طب ال n ماينس 1؟ اه ال n عندي 5، فال n ماينس 1 دي سهله برضو ان انا اربعها. طب فين الفيرينس؟ هو هنا بيتكلم على s سكوير، ومعنى ال s سكوير يبقى انا بتكلم على الفيرينس للسامبل. هو بيتكلم على الفيرينس للسامبل. طيب هو مديني فيرينس للسامبل يا اخوانا؟ لا هو مش مديني فيرينس للسامبل، ولكن هو مديني السامبل كلها. يبقى طالما هو مديني السامبل نفسها انا اقدر احسب الفيرينس بتاعها. طب خليني افكر حضراتكم ان احنا خدنا قوانين الفيرينس دي في الاول خالص. خدنا قوانين الفارينس ازاي؟ الفارينس لما جينا اتكلمنا عليه قلنا ان الفارينس هو عباره عن 1 على ان ماينس 1 مضروب في السميشن بتاع الاكس اي ناقص الاكس بار الكل سكوير. دي اكس بار الكل سكوير. طيب ده معناه ان حضراتكم عندكم القدره على انك تطلع الاس سكوير، ما فيهاش اي مشكله. القانون ده قانون احنا خدناه مباشره. خدنا كمان في نفس المره ان في قانون تاني عندي، وان القانون التاني كان بيقول ايه؟ القانون التاني كان بيقول الان على الان ماينس الان في الان ماينس 1. ده القانون خدناه في نفس المحاضره هي بس كان قانون مباشر شويه، مضروب في السميشن بتاع الاكس اي سكوير ناقص الاكس بار الكل سكوير. طيب ده معناه اني اسهل طريقه حضرتك تحسب بيها الاس سكوير احسبها بالشكل اللي يريح، سواء تحسبها بالقانون الاول ماشي، تحسبها بالقانون الثاني برضو ماشي. طيب تعالوا نحسب مع بعض الفارينس بالقانون الثاني. عشان احسب الفارينس بتاعي القانون بيقول ان على ان في ان ماينس 1 اهي، ان عددهم 5 على ان ماينس 1 او ان في ان ماينس 1 هي 5 4. بعد كده مضروب الكلام ده في ايه؟ الكلام ده كان مضروب في الاكس اي الكل تربيع، الاكس اي كل تربيع، الاكس اي اللي هم ايه؟ الاكس اي اللي هم الارقام دي، الواحد وتسعة من عشرة زائد اتنين واربعة من عشرة زائد تلاتة زائد تلاتة ونص زائد اربعة ونص الكل تربيع، هيطلع لي 48.26% ناقص الاكس بار تربيع، الاكس بار تربيع اللي هو متوسط حسابي مجموعهم على عددهم، يبقى ناقص الاكس بار الكل تربيع. ابص الاقي ان الاس سكوير سواء حسبتها بالقانون ده او حسبتها حتى بالقانون ده هتطلع لي الاس سكوير ب 8
او ب 81 من 100 او 0.815. يبقى ده معناه ان الاس سكوير بقت موجوده عندي، يبقى انا اقدر اطبق تطبيق مباشر في القانون بتاع الكاي سكوير اللي هو القانون ده، وفي الحاله دي اكشف على البروبابيلتي لو انا حبيت ان انا اكشف على البروبابيلتي. يبقى انا في الحاله دي الكاي سكوير علشان احسب قيمتها، فالكاي سكوير عندي بتساوي كام؟ الكاي سكوير بتساوي 4، والاربعه دي اللي هي ان ماينس 1 مضروبه في الاس سكوير على السيجما سكوير، والسيجما سكوير هو كان مديني ان ستاندرد ديفيجن بواحد، والسيجما سكوير برضو واحد. القيمه دي يا جماعه هي قيمه الكاي سكوير. لو هو كان طالب مني ان انا اشوف بروبابيلتي، في الحاله دي بسيب الموضوع ده واروح ابص على الجداول الاحصائيه وابدا اطلع قيمه البروبابيلتي او الاحتمال، ان هو هنا مش طالب مني بروبابيلتي. تعالوا نشوف مع بعض مثال تاني. المثال اللي قدام حضراتكم ده اكسرسايز موجود في الكتاب. تعالوا نبص مع بعض الاكسرسايز اللي موجود في الكتاب ده، بيقول لك فور كاي سكوير ديستريبيوشن للكاي سكوير ديستريبيوشن، وراح كاتب لي شكل غريب شويه، وراح كاتب لي الاكس او الاكس بتاعت الكاي، وتحتيها كاتب 25 من 1000 وفوق سكوير. ده معناه ايه؟ ده معناه ان بيقول لحضرتك طلع لي الكاي سكوير وقيمه الالف عندي بتساوي 25 من 1000. هي ايه الالفه دي يا جماعه؟ خلينا نبص على الجداول بتاعت الكاي سكوير بس الاول علشان نحسب يعني ايه الالفه دي. الالفه دي هي القيمه اللي انا بدور عليها واللي هي موجوده قدام حضرتك هنا اهي. وعندي الفي، والفي دي اللي هي ايه؟ الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم دي اللي هي ايه؟ اللي هي احنا قلنا قبل ما الفيديو يقطع على طول، الديجري اوف فريدم هي ال ان ماينس 1. يبقى انا لما بكون بدور وبكشف على الجدول بتاع الالفا او الجدول بتاع الكاي سكوير ديستريبيوشن، فانا بيبقى محتاج اعرف الالفا اللي انا بدور عليها اللي هي زي قيمه الزد كده في المره الاولانيه، كنا دايما بنمسك الزد وندور عليها. انا هنا بمسك الالفا وادور عليها. وعندي الفي اللي هي الديجري اوف فريدم. طيب الديجري اوف فريدم قلنا هي ايه؟ قلنا هي ال ان ماينس 1. طب هو هنا بيقول لحضراتكم اكشف لي على الجدول بتاع الالفا في حاله ان انت بتدور على الالفا ب 25 من 1000، وعن الفي اللي هي ال ان ماينس 1 بتساوي 15. فده معناه اني ممكن اكتب الكاي سكور بالشكل دوت، بكتب الاكس وبكتب تحتيها هنا قيمه الالفا بتاعتي. فلما اكتب لحضرتك مثلا 25 من 1000، يبقى ده معناه ان الالفا تساوي 25 من 1000 دي الكاي سكوير. وكاي سكوير ليه؟ لان الاكس لازم يكون فيها تربيع. فتعالوا مع بعض كده ندور في حاله ان انا عندي الفي تساوي 15، ادور على الالفا ب 25 من 1000 واطلع الكاي سكوير بتاع الجزء الاولاني من المساله. ادي الجداول بتاعتي. الجدول بتاعي كنت بدور على الفي بيساوي كام؟ انا كنت بدور على الفي بيساوي 15 اهي. طيب ادي الفي بيساوي 15، بدور على الالفا بيساوي كام؟ بدور على الالفا بيساوي 25 من 1000. طب انا ما عنديش هنا الفا بيساوي 25 من 1000، لكن هي جداول الكاي سكوير مش جدول واحد بس، ده الكاي سكوير مجموعه من الجداول، وده معناه ان انا عندي ال 15 اهي مع ال 25 من 1000. بص في معايا ال 25 من 1000 يا جماعه، ال 25 من 1000 اهي. يبقى انا بدور على التقاطع بين الاثنين. يبقى لما اجي اقول لحضراتكم الكاي سكوير عندي هي هنا بتساوي كام؟ الاقي ان الكاي سكوير بتساوي 27 و 48 من 100، وهي القيمه اللي موجوده قدام حضراتكم. عايزين بس نتفق على اتفاق. في الكاي سكوير الشكل بتاعي كده. الكاي سكوير هو بيحسب لك المساحه اللي ناحيه اليمين عكس النورمال ديستريبيوشن. في النورمال ديستريبيوشن الشكل الاولاني اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو ده، هو كان بيحسب المساحه اللي ناحيه الشمال. يعني ايه؟ يعني لما انا كنت باجي اقول لحضرتك انا عايز الحته دي كده اهي، هو كان بيديني البروبابيلتي بتاع ده كله وتطرحها من الواحد فتطلع القيمه اللي انت عاوزها. هنا الوضع مختلف، انا هو بيدي لحضرتك الجزء ده اللي ناحيه اليمين مش اللي ناحيه الشمال. طب هي المساحه تحت الكيرف بتاع الكاي بيساوي كام؟ عشان لو جات لي يعني المساحه تحت اي كيرف في الدنيا بواحد. فلو انا جيت قلت لحضرتك في الكاي سكوير انا عايز الحته البيضه دي، يبقى هتجيب انت دي الاول وتطرحها برده من الواحد، لان الاريا اندر اي كيرف في الدنيا ايكوال 1. طيب تعالوا نبص على اللي بعدها، على المثال اللي بعدها. المثال اللي بعدها بيقول لحضراتكم احسب لي الكاي سكوير 4.01 هو ان الفي ايكوال 7. طلع لي هنا اهوت الالفا عندي بكام؟ الالفا ب 1 من 100 والفي عندي ايكوال 7. تعالى بصوا على الجدول ثاني. الالفا ب 1 من 100 والفي ايكوال 7، ادي الفي ايكوال 7. الالفا ب 1 من 100، يبقى انا بتكلم على ال 1 من 100، يبقى انا بتكلم على التقاطع ما بين الاثنين، يبقى انا بتكلم على قيمه ال 18.47 من 100. يبقى فعلا عندي القيمه الثانيه بكام؟ ب 18.47 من 100. نفس الحكايه
لو اكيد كشفت مع حضراتكم على ال V بيساوي 24 اللي هي التالتة، وعلى ان الالفا ايكوال 0.05. يبقى هنا معظم المسائل بتاعه الالفا لحد الهاي سكوير بتبقى لحد كبير جدا هي مسائل مباشره. طيب تعالوا مع حضراتكم كده نبص على اللي وراه. هنا بقى الدنيا بدات تختلف شويه، بدا يقول لحضراتكم ايه بقى؟ انت عندك الكاي سكوير طلع لي البروبابيلتي، احسب البروبابيلتي، احسب البروبابيلتي بتاعت ان الاكس تربيع اكبر من الكاي سكوير الفا تربيع بيساوي 0.99. ايه الكلام دوت؟ ايه الشكل الغريب دوت؟ على فكره ده سؤال مباشر جدا يعني. طب ايه الشكل دوت يا جماعه؟ هو هنا بيقول لك احسب البروبابيلتي، احسب البروبابيلتي ازاي؟ البروبابيلتي دي اللي انت هتروح تخرجها من الجداول او هتطلعها على طول من القانون يعني. طيب البروبابيلتي هنا بيساوي كام؟ الالفا عندي بيساوي كام؟ الالفا عندي بيساوي ان هو ده هو الرقم ده. هو بيقول لحضراتكم احسب البروبابيلتي ان الكاي سكوير تبقى اكبر من الرقم ده. طيب في الحاله دي حضراتكم احنا اتفقنا ان الكاي سكوير بيعمل ايه؟ قلنا الكاي سكوير بيبقى شكل كده. فلما اجي اقول لحضرتك هنا الرقم اللي هو 99 دوت 0.99 انا عايز اللي اكبر منه، اكبر منه يبقى هحسب على طول الجزء ده، يبقى انا هطلع من الجدول على طول ومش هطرح من حاجه، ده انا ده هو بيديني الجزء ده اصلا. كون ان الفي ايكوال 4 يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا ببساطه شديده هروح على الجدول بتاعي واروح ادور على الفي ايكوال 4 وهدور على ال 0.99. تعالى معايا كده ادور على ال 0.99 وعلى ال 4. ادي ال 0.99 وادي ال 4، يبقى ده معناه ان البروبابيلتي ان الكاي سكوير تطلع اكبر من 99% هو كام؟ البروبابيلتي هتطلع 29%. ارجع تاني للمساله بتاعتي الاقي في الحالات دي ان البروبابيلتي فعلا طلعت ب 29% القيمه اللي احنا طلعناها من الجدول. طيب طلع معايا الجزء اللي بعدها، لما اجي اقول لحضراتكم طلع لي البروبابيلتي بتاعت ان الكاي سكوير تطلع اكبر من الكاي سكوير لما تكون الالفا ب 25 من 1000 والفي ايكوال 19. برضه نفس الحكايه تعويض مباشر، ده معناه اني بقول لحضرتك طلع لي البروبابيلتي ان الالفا بيساوي 25 من 1000 والفي بتساوي 19، فبروح اكشف في الجداول عندي ادي الفي بتساوي 19 وادور على ال 25 من 1000. طبعا 25 مش ان 1000 مش هنا، يبقى هتبقى موجوده في الجدول اللي وراه. ادي الفي، قلنا الفي بكام؟ قلنا الفي ب 19 اهي و25 من 1000، يبقى هنا يبقى انا بدور على القيمه بتاعه التقاطع بينهم اللي هي 32.85%. 32.85%. طب بص بقى للاخيره، بصوا للاخيره. في الاخيره هنا الوضع مختلف حبتين. في الشكل الاخير او جزء السي يا جماعه هو بيقول لحضرتك طلع لي ان الكاي سكوير محصوره ما بين رقمين. ده هو هنا عاكس الموضوع. يعني ايه هو هنا عاكس الموضوع يا جماعه؟ يعني هو هنا مدي لك الالفا دي بتساوي كام؟ الالفا بتساوي اهي. طب الرقم الاولاني ده كام؟ قال لك لا استنى بقى، ده الرقم الاولاني ده القيمه اللي موجوده في الجداول. ده انت تروح تطلع لي من القيمه اللي موجوده في الجداول الالفا دي. ايه ده؟ يعني انا بقول لك طلع لي ان الكاي سكوير محصوره ما بين الالفا دي والالفا دي، وراح هو مدي لك واحده منهم. طب الثانيه دي اجيبها منين؟ قال لك الثانيه دي تجيبها من الجدول، يعني تروح تبص على الجدول وتطلع لي قيمه الالفا. طيب عندك الفي بيساوي كام؟ عندك الفي بيساوي 25. طيب تعالوا ندور على قيمه ال 37.65% دي موجوده فين في الجدول لما الفي بيساوي 29. ادي الجدول بتاعي اهو. لما الفي بيساوي كام؟ قلنا لما الفي بيساوي 25. ادي ال 25. طلع لي من هنا قيمه تكون بتساوي 37 وكسر. طب انا هنا ما عنديش 37 بكسر، لا يبقى في بقيه الجدول القيمه 25، ادي القيمه 25. انا بدور على قيمه كام؟ انا بدور على قيمه اللي هي 37.65%. يبقى ده معناه ان الالفا بتاعتي بتساوي كام يا جماعه؟ ده معناه ان الالفا بتاعتي تكون بتساوي 0.05. يبقى اللي كان طالبه مني في المساله دي او في الجزئيه دي من المساله هي قيمه الالفا. قيمتها كام الالفا دي؟ الالفا دي كانت قيمتها 5%. ال 5% دي يبقى انا بقول لحضرتك ده شكل الكاي سكوير اهو. اهو طلع لي المساحه المحصوره ما بين، لاحظوا حاجه انا بطلع المساحه المحصوره هنا ما بين ال 5% وال 45 من 1000. ف
النقطة الأولانية الخمسة من مية، والنقطة الثانية هي الخمسة وأربعين من الألف. طبعا في زيرو هنا. طيب يبقى أنا هطرح الاثنين دول من بعض هيطلع لي الخمسة من ألف. تعال حضرتك كده على الجدول خمسة من ألف وطلع لي إيه هي البروبابيليتي بتاعت ده. أنا كل اللي عملته في الأول إن أنا جبت ألف واحدة بس، عشان أنا لما بدور هناك بدور على ألف واحدة بس. رحت عاملة إيه؟ رحت جايب الألفة دي كانت جيفن. رحت حسبت الألفة دي، وبعد ما حسبت الألفة دي طرحتهم من بعض وطلعت خمسة من ألف. تعال معايا كده دور على الخمسة من ألف مع ال V equal 25. ادي 5 من 1000 مع ال V equal 25. ادي 5 من 1000 وعندي V equal 25. يبقى انا بدور على البروبابيلتي بتاعتي او على الكاي سكوير عندي في الحاله دي القيمه اللي هي هنا. جميل قوي. القيمه بتاعتي طبعا ايه؟ دي قيمه الكاي سكوير، هي مش بروبابيلتي على قد ما هي قيمة المتغير الجديد اللي أنا بتعامل معاه اللي هو اسمه الكاي سكوير. مثال تاني، لما أجي أقول لحضراتكم طلع لي القيمة بتاعة الكاي سكوير في حالة إن الكاي سكوير الألفا بتاعتي 2.01. نفس الكلام، نفس الكلام هو هو بالظبط، وتطبيقهم تطبيق مباشر. حضرتك هتروح تدور على الجدول وتروح تبص لي في الجدول على الـ V بيساوي 21، وعند الـ V 21 هتدور على القيمة اللي هي 1%. طبعا في كلا الحالات أنا بدور على قيمة الكاي سكوير مباشرة. لاحظوا معايا دايما إن الكاي سكوير البداية بتاعتي هنا، وبتبقى الكيرف بتاعي كله داخل الشكل أو داخل في الجزء اليمين، ما بتكونش قيمها قيم سالبة مطلقا، ما ينفعش يبقى عندي كاي سكوير قيمتها سالبة. عادة بتكون القيمة اللي موجودة هنا دي هي القيمة اللي أنا ببدأ أدور على البروبابيليتي بتاعتها. الأول كنا بنحسب نورمال ديستريبيوشن، فكنت أحول الإكسل زد وأروح أدور على قيمة الزد. أنا هنا بقى ما بدورش على الزدات، أنا هنا على طول بطلع قيمة الكاي سكوير وبروح أكشف مباشرة على القيمة بتاعت الكاي سكوير دي مباشرة. ده بقى يور تيرن، دوت الدور بتاع حضرتك في الموضوع. حضرتك دلوقتي دي مسألة، المسألة دي المفترض ان حضرتك تقراها براحتك خالص وتبدأ تحلها وتجيبها لي مع حضرتك المرة الجاية ان شاء الله في المحاضرة الاوفلاين محلولة. طبعا انا هرفع لحضراتكم البرزنتيشن دي على برنامج مايكروسوفت تيمز، وهرفع لحضراتكم الفيديو كمان ان شاء الله على الجروب بتاع الكلية، بحيث ان حضراتكم تقدروا تشوفوه. طبعا انا هوقف الريكوردينج وبعد كده هبدا استقبل من حضراتكم اي تعليقات، ولو حصل ان احنا قبل ما نخلص برضو يعني الزوم خلص او المده بتاعتنا خلصت هندخل مره ثاني عشان نخلص.